تغلق ثم اغلق كي تذهب للصفحة التي استخدمتها. الحفر سيبلغ إن شاء الله عدد التلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة هذا اليوم هو 10,552,107 تلميذ وتلميذة سيلجون مقاعد الدراسة ابتداء من هذا اليوم. السلطات العليا في البلاد قررت هذا التأجيل لفسح المجال ولإعطاء متسع من الوقت لمنتسبي هذا القطاع لإجراء عمليات التلقيح لنؤمن لنضمن دخول مدرسي آمن. لاحظتم أن هذه المدرسة قد تم تجهيزها بموجب هذا الدخول وفي هذا اليوم الأول للدخول المدرسي بتكنولوجيا حديثة بحيث أن هذه المدرسة انتقلت إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز والتي تدخل كذلك في عصر النظام التربوي الجزائري الذي أتى به السيد رئيس الجمهورية وكذلك لفوائدها الكثيرة ومن كبريات فوائدها خاصة هي تخفيف ثقل المحفظة التي لطالما عانى منها أبناؤنا.